استاذ مجدي، انا كنت بشرح ما الذي عناه الرئيس النهارده بكيفيه السداد المباشر من خلال المقاولين على ان يتم تقسيط هذه المبالغ بتاعه الوثيقه في حدها الاعلى ال 2500 جنيه على العامل في فتره عمله في هذه الشركه، بحيث ان يبقى عنده وثيقه بمجرد خلال 15 يوم يبقى هناك على الاقل مليون عامل في القطاع الخاص وزيهم او اكتر منهم او خمس اضعافهم في الشركات اللي شغاله مع الهيئه الهندسيه، كل دول نعملهم وثائق تأمين مباشرة من خلال أموال تسدد دفعة واحدة ثم تقسط على راحة بقى الشركة أو بالتفاهم بين الشركة والعامل وما إلى ذلك. شايف الموضوع بتاع أمان ده إزاي؟ أنا بصراحة شايف موضوع أمان ده خطوة على الطريق بالنسبة للعمالة اللي في القطاع الخاص. إحنا من سنوات وإحنا بنناشد وبنطالب بمسألة أن العمالة المؤقتة لازم يكون لها غطاء تأميني او غطاء العمالة اليومية صحيح. يعني اللي هي العمالة اليومية احنا بنسميها العمالة غير المنتظمة يعني. ايوه كلام سليم. انا بعتبر ان دي خطوة حقيقية على العدالة، على طريق العدالة الاجتماعية بالنسبة للعمال دول، وانا بعتبر ان الامان الوظيفي او الامان ليهم هو اللي احنا بنسميه الستر يا استاذ حمدي. ايوه الستر مظبوط. ده الستر، هي وثيقة الستر مظبوط، هي وثيقة الستر، لان انت عارف بيبقى ايه راجل مبيض محرقة الدنيا وبيكسب مش عارف اليوم كام، ولو لا قدر الله وقع من على السقالة خلاص يتحول الى متسول انتهت. لا ده مش بينتهي شخص، ده بتنتهي الأسرة، بتنتهي أسرة، بتكشف، بتتعلق، لأن العيل كمان لما بيشوف أبوه بيروح يمد إيده بيبقى مكسور من جواه، والبنت ما يطلعش راجل، أو البنت نفسها كمان تخجل مظبوط، تخجل طبعا فأنت بتعالج نفسي ومالي واجتماعي وكل حاجة على كل المستويات. كلام سليم. عشان كده احنا بنسميها دي خطوة حقيقية على طريق العداله الاجتماعيه. طيب الرئيس النهارده هو بيتكلم عن هذه الوثيقه، هو استتقل شويه او حس بان هيبقى في محنه عند العامل انه يسدد ال 500 او ال 2500 دفعه واحده، فطلب طلب من اصحاب الاعمال والمقاولين ومن الشركات انه يتولوا هم بالنيابه عن العامل الدفع وتوثيق الوثيقة وإصدارها، ثم يعودوا على العامل بالتقسيط المريح لفترات زمنية حسب ما يتراءى والتفاهم بين العامل والشركة. انت عارف ان في 2% بتخصموا من كل مستخلص من العمليات، سواء العمليات انشائيه او غير انشائيه، لصالح التامين الاجتماعي بتاع دول. كويس. ما يعني وبالتالي هي المساله محتاجه من رجال الاعمال يعني يمد ايدين للمساعده، واحنا عارفين ان فيهم ناس كتير وطنيين للامانه، ناس كتير محترمين وما بيسيبوش وما بيسيبوش موقف زي ده الا ما يتعاونوا. هي المساله دلوقتي في ملعب رجال الاعمال اكتر من اي حد، على اعتبار ان دول لو ساعدوا او مدوا ايديهم، واحنا عارفين ان في ناس كتير هيمد ايديهم، دول هيبقى خلصنا من اول مليون. هو العدد مش مليون، هم اكتر من مليون طبعا بكتير، لكن احنا بنعتبر ان دول الاهم، او ايه هنلم الفئات اللي هي الاكثر احتياجا، زي ما بنشتغل في القرى الاكثر احتياجا نشتغل في العمالة الاكثر احتياجا، ودول نلحقهم بسرعة المليون دول. ورجال الاعمال يا ريت يتجاوبوا معانا مع الجمعيات، المجتمع المدني اللي هي مهتمه بالعمل الاجتماعي مع استاذ مجدي. النهارده الرئيس كان بيركز على المليون الاولاني، لكن بنك التنميه الزراعيه مثلا اعلن رئيسه النهارده انه عنده 7 مليون عامل زراعي. النهارده السيد اللي هو كامل الوزير النهارده وهو بيشرح للسيد الرئيس هذا المشروع اتكلم عن 5 مليون عامل، 5 و7 عدد 12 مليون، ومليون كان يقصدهم الرئيس بالدفعه الاولى 13 مليون عامل. نعم. لا ده في اكتر كمان، عشان نبقى يعني اللي بيشتغلوا في الشارع، انا اسف يعني بتاع الاحذيه، اللي بيشتغل بيطلع باليوميه، اللي مش عارف، ما هم دول موجود. ما هي اول مره، اول مره الدوله تلتفت لهؤلاء. احنا ما هو زي ما بقول لحضرتك دي خطوه حقيقيه على طريق العداله الاجتماعيه. يعني احنا كنا بنعتبر الفئه دي والله يا استاذ حمدي جرح في قلب الوطن. صحيح. لان دول للاسف يعني كانوا بيتعرضوا لظروف قاسيه جدا، معنى ان احنا نبتدي يبقى بنبتدي في طريق صحيح، في طريق صح، ويجب كلنا مش الرئيس بس ولا رجال اعمال بس، كلنا نمد ايدينا في المشروع ده ونداوي الجرح، ونداوي الجرح يعني ونداوي الجرح يعني نمد ايدينا ونداوي الجرح
والرئيس النهارده واضح ان هو متحمس جدا ومناقشته بدليل ان هو ما فاتش كام اسبوع يعني وبيعيد الكلام تاني. لا يعني هو طرح القضيه ده من اسبوعين والنهارده بيعيد الكلام تاني. لا ولما بقى في ايده مشروع مشارك فيه البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهره ومصر الافضل للتامين وكمان مصر للتامين التامين على الحياه والبنك الزراعي كل دولت يعني ست بنوك هم وخمس بنوك وشركه قرر. لا ده انا هقول لحضرتك على حاجه انا يعني الكلام ال 500 جنيه وال 2500 اللي ياخد 10 واللي ياخد 50 ده انا يعني ايه الكلام مطروح ان ده مرحله اولى يعني لسه في مميزات اخرى للناس دي. مظبوط كلام سليم يعني مزبوط. لسه في كلام تاني. هو الرئيس عامة بس اللبنه الرئيس اتكلم عن الحد الاقصى اللي هو 2500 نبدا من 2500 طالب رجال الاعمال طالب الشركات المقاولين كل يعني كل اللي بيشغلوا الشغيله الطيبين دولت يمدوا ايديهم ويامنوا على دول ونقصد بعد كده بحيث ما نضلعش بالتعبير الشعبي كده ما نضلعش الغلبان ده اصلا لانه برضه في الاخر ما معهوش يعني ممكن ما يقدرش يدفع. ايوه طبعا هو مثلا واحد بيشتغل في قهوه